ترداني أما الإخوان راه متطوعين. قلت يا الإخوان أخباركم واحد الخبر جديد كتب بجريدة نيويورك تايمز أن الخنازير ديال كندا رافعين دعوة ضد الشعب الجزائري كلان البطاطا ديالهم رمضان 2009. والله العظيم منظمة الحيوان ديال كندا ترفع دعوة على الشعب الجزائري أنه حرم الخنازير كندا من البطاطا. بطاطا حب السواد حب الحنان اي حنان ويا سعاد كله بطاطا اللي هبي ولا هبي بطاطا في مش ما فيش وحدي بطاطا اللي زوج في الميزان بطاطا حب السواد حب الحنان واش تخرج لقيتيه بوجودك. قلت يا اخوان والله العظيم الله نشهدوا احنا راه مسلمين عندنا الايمان كبير احنا راه خدينا الصحراء في 75 المسيره الخضراء المضفره على كتابو غنديروا مسيره احنا دابا ديال عشرات المليون تيدو ماشي كتابو اخرى كاينه الزراوط الشواقر والسلاسل ديال المطر عشان الناس مغربي غير الجزائر بغيت تحاربوا هذا جوج الطيارات اللي كتشريو تحاربوا معنا واش واحد جهاد بغى يدير الحرب راه خصك تكون صحيح وبارك لنا على الغدا شاب بابي شاب خالد شاب طه تراني خدوش علينا تراني خويا قال لك اللبانة واللبانة غير ولا عبدة ولا تحريز اللبانة واللبانة ما تصدعوا لا فرنسا ولا الانجليز غير عبدة ولا تحريز ولا شربتي ديما ديما تربي قوة عظيمة سمعوها والجزائر اللي كنشربوا الحليب ديال الغبره حليب داير اوف دايت امتي لحتو هولندا في الزبل تا هو جايبين الشعب الجزائري جايبين الاسبرو دبات عليه الوقت جايبين البطاطا عطيو الحلالف واش نتوما واش هادي دوله عندكم الضيف هذا هو الضيف انا الاخوان تحياتي لكم مرحبا بكم في هذه الغرفه الاخوان والله يحسن الاحوال الادمينيات دعوا معكم فهمتي الاخوان دعوا معكم راه مساهمين معنا كيزر رمتي ما كينعش والله العظيم الاخوان انا غادي ندير عليكم واحد الفيديو ان شاء الله باش الناس العالم كله يعرف شنو هما لي بوناطين الليفري حنا راه والله ربعه ما كيديرهاش جندي ما كيديرهاش ترى اكثر من الجنود حدا كضرب هنا وهنا وخدام شاد البايك راه ماشي ساهله الاخوان ولكن الله كبير الله يحفظكم قولوا عبيد يحفظ لكم العائله ديالكم الاخوان اللي كيسهروا على هذه الغرفه والاخ اللي هو خفي صاحب الغرفة والله العظيم السيد ما كنشوفوش ولكن صابغ هذا الروب وجمعنا في هذه الدار المغربية المحترمة تحياتي لكم الله يكرمك.